واحد قريبي، مش صاحبي، واحد قريبي قال لي ايه بقى؟ قال لي على فكره عشان تبقى فاهم، اللي انت قلته امبارح في الحلقه مش مظبوط بخصوص الاقتصاد المصري، وملوش علاقه بالاقتصاد بالمناسبه خالص. قلت له ايوه ازاي بقى؟ قول لي يعني. قال لي الاقتصاد المصري بعافيه. قلت له اه بعافيه. قلت له بص انا هرد عليك النهارده في الحلقه بالليل بقى، مش هقول اسمه طبعا، قريبي، هعمل فيه ايه طيب؟ الاقتصاد المصري بعافيه؟ بعافيه وانت عامل مصانع فايبر اوبتكس انتاجها كله محجوز قبل ما تطلع متر انتاج؟ يبقى كده الاقتصاد المصري بعافيه؟ الاقتصاد المصري بعافيه وانت بتشتغل على تدرس العروض اللي جايه لك، خد بالك اللي جايه لك، علشان تعمل الهيدروجين الاخضر في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس؟ بعافيه. انا لو قعدت احكي يعني مش عارف. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون، وهو الامر الافضل بالنسبه لي، ناخد احد خبرائنا الاقتصاديين الفهمانين واللي بيبسطوا لنا الامور فبيخش في ادمغه البسطاء اللي زي حالتي. خبرنا الاقتصادي الرائع الواعد دائما محمد نجم، كيف حالك؟ اهلا وسهلا استاذ يوسف. عامل ايه يا استاذ محمد؟ اخبارك ايه؟ شكرا على كلامك، وطبعا يعني انا عايز ارد على قريبك لو تسمح لي. رد يعني. رد، ده هينقطني، انا هتبرى منه خلاص. لا بص، هو مع احترامي لاي حد برضو يعني، هذه الاراء انا بقابلها كل يوم، بنقابلها على القهوه، بنقابلها مع اصحابنا، بنقابلها وهو الشغل حتى، بتلاقي الاراء دي في كل الوقت، يعني انه الناس بتاخد من حالتها الشخصية ومن حياتها الشخصية وتعممها وتعكسها على كل البلد. فأنا وصحابي لو احنا مثلا مرتباتنا مش كويسة، فاحنا بنشوف ان الاقتصاد كله زي الزفت، سيء جدا، والاقتصاد ضعيف. ولو احنا كلنا شايفين ان بناخد عقود من الحكومة والشركة بتاعتنا شغالة وبتتوسع، فاغلب الوقت غلب الظن يعني احنا برضه هنشتكي، وبرضه طول الوقت هنبقى شايفين انه لا، اللي عايزين اكتر من كده. زي احدى الشركات لما كانت بتتكلم عن انه الحكومه واخده انه القوات المسلحه بتتدخل في الاقتصاد، وهي واخده 75 مليار جنيه عقود يعني. فطول الوقت انت بتلاقي شكوى، وطول الوقت بتلاقي انه في كلام سلبي وطاقه سلبيه طول الوقت بخصوص الاداء الاقتصادي بشكل عام. بس هي المشكله ان الناس بتنسى كنا فين واحنا وبقينا فين. بتنسى فترة 2011 لما كنا ما كانش فيه أي درجة من درجات الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلد، وكنا بنقف لجان شعبية في الشارع غير آمنين على بيوتنا. النهارده عندنا جهاز أمني، عندنا أمن واستقرار، عندنا 13 مليون سايح، 12 مليون سايح بيجوا لنا في السنة، عندنا شوارع آمنة، عندنا النهارده التطوير اللي بيحصل في المرافق العامه، نسينا الطوابير والناس اللي بتتخانق، وشهداء الخبز وشهداء البوتاجاز والبنزين والسكر ولبن الاطفال وادويه القلب وادويه السرطان اللي ما كناش عارفين نستوردها من الخارج، بننسى انقطاعات الكهرباء اللي كانت بتقعد بالثمان ساعات. لو نبص حوالينا ونشوف دول اخرى زي سوريا ولبنان وايران، فنزويلا، تركيا، دول كثيره جدا حوالينا، ليبيا، تونس، دول كتيره يهددها يا اما شبح الافلاس، يا اما ما عندهمش كهرباء، يا اما ما عندهمش غاز، يا اما مش عارفين يوفروا اساسيات المعيشه لشعوبهم بسبب سياسات اقتصاديه خاطئه. فانت تبص لورا تشوف احنا كنا فين وبقينا فين، صح، ونقول ان احنا حصل تطور كبير ونقول الحمد لله. تبص حوالينا النهارده في اللحظه الحاليه في وقتنا الحاضر، وتبص حوالينا تقول برضو الحمد لله ان احنا احسن بكتير من دول اخرى ومن ظروف ثانيه شعوب بتعاني منها. فبشكل عام كل واحد بيبص لحياته الشخصيه وبيعكسها على كل الاقتصاد بشكل عام. بالفعل في بعض القطاعات في الاقتصاد فيها انكماش، فيها تباطؤ، فيها ركود، ده طبيعي جدا. لكن بشكل عام احنا كنا فين وبقينا فين؟ بشكل عام بنلاقي السلع ولا بنلاقيهاش، متوفره ولا لا، سعر الصرف مستقر، معدل التضخم تحت السيطره، الاحتياط النقدي اخذ في الارتفاع او شبه مستقر، تصنيفنا الائتماني جيد، الاستثمارات الاجنبيه بتيجي تدخل البلد زي موضوع الهيدروجين الاخضر النهارده، ده خبر مهم جدا من شركه كبيره زي الشركه الالمانيه اللي بتدخل المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. أيوه. عشان الهيدروجين الاخضر. النهارده القاره الافريقيه احنا رقم واحد في جاذبيه الاستثمار الاجنبي فيها. اللي اقصد اقوله يا استاذ يوسف انه استمرار الحياه بشكلها الطبيعي هو في حد ذاته انجاز في ظل ازمه تضخم عالميه، في ظل برميل بترول وصل ل 93 دولار النهارده.
وهيخبط المية. بالظبط اه، وهيخبط مية. هيكسر المية. انا طبعًا كنت مع حضرتك في شهر 11 اللي فات. ايوه. واتكلمنا عن ازمه التضخم العالميه برسوم بيانيه مفصله. حصل. وقلنا ان احنا رايحين ل 120 دولار للبرميل، وما زلنا ما زلت باكد على نفس الكلام ان احنا رايحين للارقام دي. بنك اوف امريكا واحد، وده واحد من اهم المؤسسات المصرفيه في العالم، بيتكلم عن 150 دولار كمان. فاحنا رايحين لظروف اكثر صعوبه. النهارده الفيدرالي الامريكي كمان لسه حالا كنت بعمل تحليل لسوق العمل في امريكا، بتبص تلاقي انه حتى في الاقتصاد الامريكي نفسه في ملايين الامريكيين، حوالي 9 مليون امريكي عاطل عن العمل ولا يجد وظيفه. لحد هذه اللحظه ما زال الاقتصاد الامريكي يعاني من تبعات كورونا وتبعات ازمه التضخم العالميه، وداخلين على رفع سعر الفايده. فالاقتصاد العالمي فيه مشاكل كبيره جدا. عندك الناحيه الثانيه اوروبا، اللي بيحصل في اوكرانيا شرق اوروبا وتاثيره على اسعار الحبوب. احنا دوله مستورده للقمح، اوكرانيا من اكبر الدول المنتجه للقمح. أيوه. روسيا من اكبر الدول المنتجه للقمح. فبالتالي لما يكون في حشود عسكريه على حدود دولتين بيستحوذوا مع بعض، اوكرانيا وروسيا، على اكثر من ربع السوق العالمي من القمح، يبقى احنا كمصر لازم نركز ولازم ننتبه انه سعر طن القمح هيرتفع واحنا بنستورده من الخارج. هتيجي تقولي طب ما نزرعه هنا في مصر، هقول لك طبعا ما هو في طموح مصري وفي مشاريع ضخمه جدا، مشروع الدلتا الجديده، مشروع مستقبل مصر، في عندنا 450 الف فدان هنخلصهم السنه دي ان شاء الله. لكن الاحتياجات اكبر، لان عددنا كبير طبعا، واحنا بقى لنا 30 40 سنه كنا متباطئين وكنا ما بنشتغلش. لا احنا كنا في ميه البطيخ، ما كناش متباطئين يعني. والله حضرتك قلت اللي انا عايز اقوله، بس انا تحركت يعني وقلت اقول لفظ اخر يعني. لا مش هنتحرك، احنا بنتكلم، ما بنهنش حد، ما بنشتمش حد، ما قلناش شيء لفظ نابي ولا لا سمح الله، ما احناش كده لا انا ولا انت. وما تقوليش يا استاذ والنبي يا محمد، احنا اصحاب والنبي. لكن احنا بنتكلم في الحقيقه يعني. اه احنا كنا في ميه البطيخ. هو اللي كان موجود زمان ده كان اسمه اقتصاد، يعني هي الزراعه دي اللي احنا النهارده اللي هي بتقوم النهارده، والمخازن اللي بنعملها دي كانت فين لو كنا عملناها سنه 90 ولا سنه 95 ولا سنه 2000؟ التحرير الكامل للجنيه المصري لو كنا عمل، بدل ما نعمل تخفيض جزئي 2003 وتخفيض جزئي مره ثانيه وتخفيضات جزئيه وخوف ودعم وخوف من الناس، لو كنا عملنا التحرير كامل ويكون وفقا للعرض والطلب من 2000 ولا يا محمد احنا بعنا القطاع العام برخص التراب وخدنا فلوس وحطناها في البنك وقلنا اصلا بصوا يا جماعه شايفين شطاره الاقتصاد المصري، احنا كنا بنضحك على نفسنا، او بالادق كان بيضحك علينا احنا، كان بالادق ما كانش بيتعمل لا تحريك ولا تعويم ولا تحرير لعمله ولا يحزنون، ده كان كله كذب في كذب، وكله كان بيتروج. يا يوسف الكلام ده كان بيتروج تحت شعار سخيف جدا اسمه احنا خايفين على الغلابه. لا مساس بمحدود الدخل يعني بجد والنبي. بالظبط كده. وفي الاخر هو ايه اللي حصل؟ الفقر زاد، الناس عايشه في مقابر، الناس مش لاقيه علاج في المستشفيات، مستنيين عمليات، الاف المصريين اللي كانوا مستنيين عمليات جراحيه، وفي ناس ماتت قبل ما تعمل العمليه، في الاف المصريين اللي ماتوا قبل ما يلاقوا علاج لفيروس سي، الناس ماتت بفيروس سي وبالسرطان وبالامراض وعايشه في مقابر وعايشه في مساكن غير ادميه. ففي الاخر الغلابه استفادوا ايه من استمرار الدعم وتباطؤ عجله الاصلاح الاقتصادي؟ علشان الجمله الشهيره بتاعت لا مساس بمحدود الدخل دي، انا فهمت دلوقتي هو كانوا بيتكلموا بجد، لا مساس ما تقرب له، كانهم مش موجودين، محدش لا يشغلهم ولا يعلمهم ولا يعالجهم ولا يسكنهم ولا فعلا كان لا مساس، ناس مش موجودة في حياتنا للأسف الشديد بسبب فساد وسياسات غريبة. طب بمناسبة انه الاقتصاد قريبي بتاع الاقتصاد المصري بعافية ده، انا كنت بتكلم انا وانت من حوالي اسبوع تقريبا، قاعدين بنتكلم وبندردش على واتساب اللي هو الليلة اللي كنا فيها هنا هو سوا. أيوه. وكنا بنتكلم على هو في بلد لا قدر الله بتتراجع اقتصاديا وتيجي مؤسسات مالية كبرى تعلن أنها بصدد العمل في داخلها وافتتاح مقرات فيها؟ أنا فاكر كنا بنتكلم عن الخبر بنك ستاندرد تشارتر ودخوله للسوق المصرية، السوق المصرفي لأول مرة، يعني بنك من أكبر 10 بنوك في العالم
ومش بس بنك، ده مؤسسة مصرفية مالية اقتصادية متكاملة بتحقق في السنة الواحدة حوالي 44 مليار دولار، يعني ميزانية دول. فبالتالي ستاندرد شارتر يعني بنك ضخم جدا. فلما يقول ان هو في نفس توقيت الشائعات والاكاذيب دي بيعلن دخوله السوق المصرفي المصري لاول مره وافتتاح فرع سبتمبر اللي جاي، هل ده مش معناه، هل ده ممكن يكون باي شكل من الاشكال بيعني ان هذا الاقتصاد ضعيف او اقتصاد سيء او اقتصاد دخول فيه خطر للاستثمار؟ طبعا لا. النقطه الثانيه انه الشهر يناير الماضي ده تزامن معاه عده شائعات، واظن ان قريبك يا يوسف متاثر بهذه الشائعات والحملات الممنهجه اللي كانت بتستهدف بشكل رهيب خاص. رهيب رهيب، مش عايز اقولك هموته بالظبط. هو متاثر، هو بشكل عام في متاثر وماسك الموبايل، كلنا ماسكين الموبايل، الحملات دي شغاله على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك وكل حاجه، حملات منظمه جدا لتشكيك الناس في كل حاجه، عشان في الاخر يوصل بيهم الامر ان هم يروحوا يسحبوا الفلوس ويتكلبوا على ان هم يسحبوا فلوسهم من البنوك فينهار النظام المصرفي كله. هو ده الهدف النهائي، ان هم يخوفوا الناس ويخلوها يسحبوا فلوسهم. فبالتالي النهارده ثقه المصريين النهارده في البنوك اللي خلت الودائع توصل ل 6.2 من 10 تريليون جنيه، وهي من في سنه 2014 كانت اقل من 1.5 تريليون جنيه، يبقى ده معناها ان المصريين مستحيل ينجروا ورا الاكاذيب دي والكلام الفارغ ده. الناس عندها وعي وبتعرف تميز الكلام العاقل والكلام المجنون. هذه الحملات حملات مجنونه لا تستند على اي معايير علميه. سؤال برضو في البسيط، هل في بلد اقتصادها بعافيه تقلل اسعار الفايده خلال السنين الماضيه؟ لا طبعا مستحيل. لما يبقى الاقتصاد بعافيه برفع سعر الفايده. طبعا بالظبط كده، هو ده اللي حصل. يعني احنا في فتره 2016 لحد 2019 الاقتصاد كان بيواجه مشاكل بسبب عندنا تضخم كنتيجه طبيعيه ومؤقته لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. فكنا بنرفع الفايده، بنرفع كذا مره لحد ما وصلنا ل 20%. أيوه. عشان نكبح التضخم. من 2019 ولحد النهارده احنا خفضنا الفايده بحوالي 8%. يعني احنا النهارده واقفين عند حوالي 8.5% سعر الفايده. فشوف احنا جايين منين، احنا جايين من 20%. فرقم تخفيض ضخم جدا متوافق معاه ايه؟ التعافي الاقتصادي. فسعر الفايده طالما بينخفض يبقى في تعافي اقتصادي، في سوق وظائف قوي، في بطاله منخفضه، في خلق وظائف وفرص عمل كتيره، في مشاريع، في نمو، في دوره عمل، في شركات خاصه بتشتغل، 5000 شركه بتشتغل وبتوظف 5 مليون 6 مليون عامل وموظف، في مدن جديده، في العاصمه الاداريه، في استثمارات محليه واستثمارات اجنبيه، في شراكات بتحصل، في حركه. الحركه دي بتخلي البنك المركزي عنده قدره على ان هو اولا يسيطر على معدل التضخم، ثانيا يخفض الفايده. ما انا لما بخفض مش ده سؤالي برضه، مش انا لما بخفض الفايده ده معناها انه العائد على الاستثمار اكبر بكتير من العوائد اللي هتدرها البنوك؟ بالظبط. فبقول لك يا حبيبي استثمر، لانه استثماراتك دي هتجيب لك عائدات اكتر من الفايده اللي انا هديها لك كبنك. أيوة. ده معناها، ما لو العائد على الاستثمار عالي مش ده برضو يبقى معناه انه مش الاقتصاد بقى بعافيه، ده الاقتصاد عمال بيتقدم بيرتفع في منحنى صاعد، وبالتالي اصبحت العائدات الاستثماريه الار او اي بتاعي عالي، صح ولا ايه؟ ولا انا بفتي؟ مظبوط طبعا. خليك اللي احنا كمان بنتكلم فيه طبعا اضافه لكلامك، هو انه النهارده في سوق زي مثلا سوق الاوروبي الفترة اللي فاتت من 2012 لحد النهاردة كان عندهم سعر فايدة سلبي. يعني ايه سعر فايدة سلبي؟ يعني انت لما تروح تحط فلوسك في البنك انت هتدفع عليها مصاريف ادارية عائد. طبعا بالظبط كده، يعني بدل ما تاخد انت فلوس كوديعة بتحطها في البنك بتاخد ارباح، لا انت هتدفع عليها فلوس. ليه؟ صح. عشان عايزين ان هم عندهم تضخم منخفض جدا، وبالتالي عايزين الاقتصاد متباطئ. طيب الاقتصاد بطيء وحركته بطيئة والنمو ضعيف، فبيشجعوا الناس انها تستثمر، ما تحطش فلوسك في البنك عشان النمو ضعيف، لدرجه ان هم خلوا الفايده تحت الصفر سلبيه.
طبعا احنا حالتنا مختلفه، احنا ما عندناش النمو ضعيف، احنا عندنا نمو قوي، بس كل ما النمو يبقى افضل وكل ما سوق العمل بيبقى احسن وعندنا وظائف اكتر، كل ما البنك المركزي بيقدر ان هو يسيطر على التضخم اكتر وبالتالي يخفض الفايده اكتر، فالناس ما تحطش فلوسها في البنوك، تتجه للاستثمار. هنا بقى في سؤال تاني وده بقى محتاج حلقات بقى، انه في ناس ما تقدرش تعمل مشاريع لوحدها، الناس دي تروح فين؟ ده بقى يعني ده محتاج وقت طويل جدا ان احنا نطرح افكار والدوله ممكن ان هي لا تعالى يلا بينا الاسبوع ده ولا الاسبوع الجاي نقعد نعمل حلقه. انا راجل معايا قرشين بس القرشين دول ما يخلونيش اعرف اعمل مشروع لوحدي، اعمل ايه؟ يجاوب علينا باذن الله في حلقه قادمه الخبير الاقتصادي محمد نجم. انا عايز اشكرك جدا 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 يا محمد، نورت وشرفت وافدت وبسطت الامور كما جرت العاده دون تعقيدات.